بحثنا الآن بعنوان مكة والمدينة في كتابات الرحالة الفرنسي جون دو تيفونو في القرن السابع عشر. بداية نقول إن الرحالة الفرنسية جون دو تيفونو ولد في باريس عام 1633، اشتهر بالترحال والأسفار وكان يحب المغامرات، وزار بلدانا كثيرة، زار معظم دول أوروبا كما زار بلاد فارس والعراق، كما زار أجزاء من بلاد الهند، وذهب إلى الشام ومصر، وكان يعمل بمكتبة ملك فرنسا وأتقن العربية جيدا. بالنسبة لكتابه حكاية جرت في الشرق، تيفونو يعرض في هذا الكتاب الكثير من العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي كانت منتشرة في البلاد الكثيرة التي زارها. أما بالنسبة إلى الغرض من التأليف، فلقد ذكر تيفونو في بداية كتابه أن أصدقاءه ألحوا عليه أن يكتب كتاباً يعرض فيه كل ما رآه في البلدان العربية التي زارها، لكنه في البداية لم يرد أن يكتب هذا الكتاب من منطلق أن معظم الكتاب الكبار الفرنسيين لا يمكن بحال من الأحوال أن تصل مستوى كتاباته إلى مستوى كتاباتهم، ولكن أصدقاءه وضحوا له أنه رأى ما لم يره الآخرون، كما أنهم أقنعوه بفكرة أن كل شعب لديه عادات وتقاليد تختلف من حين لآخر، فاقتنع بالفكرة وكتب كتابه الذي طبع في باريس عام 1664، أي قبل وفاته بثلاث سنوات. في البداية لابد أن نوضح نقطة في غاية من الأهمية، أن تيفونو في حديثه عن مكة والمدينة اعتمد على روايتين مسموعتين. الرواية الأولى نقلها عن أمير تونسي ذهب إلى الحج عام 1657، وعندما عاد إلى القاهرة قص على الرحالة الفرنسي كل ما رآه، فضلاً عما كان يعرفه من شعائر الحج بوصفه رجلاً مسلماً من المقام الأول. أما بالنسبة للرواية الأخرى فلم يشأ تيفونو أن يذكر مصدرها، ولكنه ذكر أن الرواية الأخرى تتسم بكثير من الدقة بغير الرواية الأولى، أقصد رواية الأمير التونسي. وإذا دققنا النظر في الروايتين نجد بالفعل أن الرواية الأولى فيها كثير من الأخطاء، بينما نجد أن الرواية الأخرى فيها كثير من الدقة. على سبيل المثال نرى أن في الرواية الأولى ذكر الرحالة أن الحجاج يصلون منى في ليلة يوم العيد، بينما في الحقيقة يصلون في الثامن من ذي الحج. أما بالنسبة للرواية الثانية عن مكة، فلقد ذكر الرحالة أن مكة مدينة كبيرة مثل مرسيليا، ثم أخذ بعد ذلك يصف الكعبة بشيء من التفصيل. وهنا لابد أن نقف عند نقطة مهمة، وهي أننا في بحثنا شككنا في مصداقية أن تيفونو لم يزر مكة والمدينة، وذلك لعدة أسباب نذكر من أهمها أنه ذكر أن حجم مدينة مكة يقارب حجم مرسيليا، وفي زمن تيفونو لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام إلا من زار مكة ومرسيليا في آن واحد، من أجل أن يقيم المقارنة أو من أجل أن يذكر أن حجم المدينتين يقترب من بعضهما البعض. وأيضا هناك دليل آخر، أن تيفونو ذكر أن الرواية الثانية أكثر دقة من الرواية الأولى. كيف علم هذه المعلومة؟ من منطلق أنه رجل غير مسلم، فضلا عن أنه لم يرد أن يذكر مصدر الرواية الثانية، وهذا خطأ بوصفه رحالة ومؤرخا،
بالذات أنه ذكر مصدر الرواية الأولى. فالسؤال هنا: لماذا لم يذكر مصدر هذه الرواية؟ في حديث تيفنو عن مكة والمدينة تعرض في الروايتين للحديث عن آدم وحواء عليهما السلام، فذكر في الرواية الأولى أن آدم وحواء بعد أن نزل إلى الأرض ظل مفترقين مدة 220 عاما، ثم في هذه الأعوام كان أحدهما يصعد جبلا بينما ينزل الآخر من الجبل نفسه، وبعد 220 عاما تقابلا في قمة هذا الجبل وبدأ حياتهما. وفي الرواية الأخرى ذكر تيفنو أنهما فرقا في الأرض لعدة سنوات، أتى أحدهما من المشرق بينما أتى الآخر من المغرب، وتلاقيا في مكان فقال كل واحد للآخر: عارف عارف عارف، ومن هنا سمي المكان عرفة. وطبعا كما نرى أن هذه الروايات تحتاج إلى كثير من الدقة وإلى التمحيص من ذوي الاختصاص، ولكننا على أي حال لا نستغرب ولا نتعجب من هذه الروايات التي ذكرها الرحالة الفرنسي، من منطلق أن كتب التراث الإسلامي أصلا قبل زمن تيفنو ذكرت كثيرا من الروايات الضعيفة والتي لا أصل لها ولا سند أصلا بشأن قصة آدم وحواء عليهما السلام. أما إذا انتقلنا إلى الرواية الأولى عن المدينة المنورة، فنجد أن الرحالة اهتم بشكل كبير بقبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر بعض الخرافات التي كانت منتشرة وذائعة في ذلك الزمن على ألسنة الحجاج. فعلى سبيل المثال ذكر أن ضريح النبي موجود في تابوت من الحديد، وأن هذا التابوت معلق في الهواء يجذبه المغناطيس الموجود في قبر النبي من كل ناحية. وذكر بعدها أن هذه خرافة ولا يصدقها عقل بأي حال من الأحوال. أما بالنسبة للرواية الثانية عن المدينة المنورة، فلقد ذكر تيفنو أن قبر النبي في شكله على منوال مقابر الملوك العثمانيين في أبهته وزخرفته، هذه المقابر الموجودة في القسطنطينية. ثم بعد ذلك تناول الحديث عن بعض النفائس والجواهر الموجودة في قبر النبي التي أهديت من قبل ملوك المسلمين عبر العصور، وذكر على سبيل المثال الحجر الألماظ الذي أهداه السلطان عثمان ابن السلطان أحمد في العصر العثماني. طبعا هو يقصد السلطان عثمان خان الثاني ابن السلطان أحمد الأول، وهو أحد سلاطين الدولة العثمانية، والذي مات مقتولا عام 1622. أثناء حديث تيفنو عن مكة والمدينة ذكر بعض الأشياء التي لفتت انتباهه بشدة، نذكر بعضا منها كي لا يطول علينا الوقت. فعلى سبيل المثال تعجب تيفنو لأن بعض الحجاج عندما كادوا أن يتركوا القاهرة في رحلة الحج من أجل الذهاب إلى مكة كانوا يقولون جملا قريبة، هذه الجمل إلى حد كبير من الجمل التي يذكرها العوام على ألسنة العوام من المصريين الآن. فعلى سبيل المثال نجد بعض العوام من المصريين يقولون قبل أن يذهبوا إلى الحج: إحنا رايحين للنبي، إحنا رايحين نزور النبي. فهذه الجمل ظن من خلالها تيفنو أن هؤلاء الحجاج سوف يذهبون إلى المدينة المنورة فحسب ولن يذهبوا إلى مكة، وتعجب قائلا فيما معناه: كيف يذهبون إلى المدينة علما بأن رحلة الحج لدى المسلمين أصلا في مكة؟ وهناك رأي آخر، ربما رأى تيفنو بعض الشيعة الذين لهم بعض المعتقدات الخاطئة عند أهل السنة الذين في حجهم يزورون المدينة دون الذهاب إلى مكة. ومن الأشياء التي لفتت انتباهه أيضا نزول الأمطار بشدة بعد الأضاحي بعد العيد،
لتغسل هذه الأمطار الدم الكثير من بقية الأضحيات، فيتساءل كيف ينزل المطر سنوياً على هذه البقعة من الأرض، ويذكر أن هذه الأمطار ربما تنزل في هذه المنطقة كل عام من أجل أن يقتنع المسلمون أن حجهم قد قبل، ويقول إن هذه الأمطار قد تسقط من عدو الجنس البشري على حسب ما ذكر الرحالة. السؤال الآن، ما هو عدو الجنس البشري؟ ربما يكون إبليس اللعين، ربما يكون نوعا من أنواع الجان، لكن على أي حال من الأحوال لابد أن يكون عدو الجنس البشري مخلوقا. السؤال الذي نوضحه لهذا الرحالة التاريخي، من الذي يستطيع من المخلوقين أن ينزل المطر كل عام في هذه البقعة؟ كيف يكون هذا الحال؟ ومن الأشياء التي لفتت انتباهه أيضا ما يتعلق بمظهر الحجاج وما يتعلق بالموكب، فلقد ذكر تيفنو أن هذه الرحلة، يقصد رحلة الحج، مليئة بالكثير من الصعاب، ويذكر أن الأطفال وكبار السن والنساء الكل يذهب إلى هناك، الكل يذهب إلى هناك رغم الصعاب الشديدة التي يلاقيها الحجاج كل عام، كما ذكر أن رياحا كثيرة تبيد كثيرا من الحجاج بالذات أثناء عودتهم، كما ذكر أن بعض قطاع الطرق والشطار كانوا يعترضون طريق القوافل، فهو يتعجب من اهتمام المسلمين الشديد ومن حرصهم الواضح على الذهاب إلى مكة ولو مرة في العمر لأداء الحج. أما بالنسبة لأهمية كتابات تيفنو بالنسبة للتاريخ بصفة عامة وللجزيرة العربية بصفة خاصة، فنذكر على سبيل المثال أن في حديث تيفنو عن مكة والمدينة ذكر الكثير من الروايات التاريخية والدينية في مكة والمدينة التي علينا جيدا أن نمحصها وأن نمحص رواياتها بشدة، فهذه الروايات لها مكانتها تاريخيا في هذه الحقبة الزمنية، وكذلك يعد ما كتبه تيفنو إرهاصا لكتابات الفرنسيين الذين أتوا بعد ذلك وزاروا هذه المنطقة من الجزيرة العربية. وهنا أود أن أنوه وبشدة إلى كثرة الكتابات الفرنسية التي كتبت عن الجزيرة العربية بصفة خاصة في القرن التاسع عشر الميلادي، الذي أرجو كل الباحثين والدارسين أن يوجهوا أعينهم إليها، لأنها تحتاج إلى كثير من الدراسات والبحوث. كما أن كتابات تيفنو عن مكة والمدينة تعرفنا إلى حد كبير عما كان يدور على ألسنة الناس في ذلك الزمان فيما يتعلق بالشعائر الدينية في مكة والمدينة في القرن السابع عشر. وهناك الكثير من الأشياء الأخرى سردناها في البحث كي لا نطيل على حضراتكم، كما في البحث المطبوع. وفي النهاية أود أن أقدم خالص شكري إلى دارة الملك عبد العزيز وإلى كل القائمين عليها لما بذلوه من جهد كبير في خدمة العلماء وفي خدمة العلم والعلماء وفي خدمة تراث أمتنا الخالدة وفي خدمة أرض الجزيرة العربية. وهذا هو الحق، لأن الفضل لا بد أن يعزى لأصحابه، وأشكركم شكرا جزيلا. شكرا دكتور أحمد على هذا الاستعراض الجميل والمنظم والإشارات المهمة التي في الواقع تثير لدى الإنسان تساؤل مهم حول هذه المعلومات. وليس مثل ما ذكرت نقطة مهمة، أنه ليس القضية أنه المعلومات إذا كانت خاطئة أن نصد أنفسنا عن المصادر أو عن ما كتب، بل ينبغي أن نقترب من هذه النصوص، وينبغي أن نطلع عليها ونتعرف عليها، وأن نفهم أيضا هذه النصوص في سياقها، ثم نقدم وجهة نظرنا. يعني المشكلة في بعض البحوث عندما تكون معلومات غير مقبولة نبدأ نرفضها تماما، وهذا ليس مناسب. ولكن من حق أيضا هذه النصوص أن تأخذ حقها في التعليل وفي وجهة نظرنا وتبيانها، وأيضا وضع هذه النصوص في إطارها التاريخي، لأنه ليس لا يعني أنه عندما يخطئ الإنسان في فهم أمر في أي فترة في القرون الماضية أنه كان لديه مقصد.
ينبغي لا يحكم على النص في ذلك الوقت، وإنما لنا الحق أن نوضح الجانب الخطأ في هذا النصوص. ولا شك أنه مثل ما ذكرت بعض الرؤى في حول آدم وحواء نقلت من مصادر كثيرة مثل الإسرائيليات وغيرها، ويتناقلوها المستشرقين، ولكنهم بحكم اللغة وبمعزل عن مصادر كبيرة جدا ولتمحص هذه الأمور نقلوها وأخذوها، لا سيما أيضا الثقافة الأوروبية تختلف عن الثقافة العربية، فهذا أمر يحتاج فعلا إلى 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 التنبه وإيضاح أنه المصدر سواء كان فرنسيا أو غير فرنسي هو مصدر يظل مهم، والأهم منه أن تستفيد من هذا المصدر، وإذا كانت معلوماتك خطأ أن توضح أيضا هذه المعلومات. شكرا دكتور أحمد.